كلوديا بوزينجسياو. اتولد في الفلبين في 9 مارس 1988، عندها 28 سنة، من أصل فلبيني صيني أسباني، وعلى كل لون يا باتيستا تلاقي ألوديا، وده عشان أبوها فلبيني صيني وأمها فلبينية أسبانية، بتشتغل موديل ومذيعة ومغنية وممثلة، وبتحب الفن والموضة والفيديو جيمز والتصوير وتجميع اللعب، ده غير إنها بتعرف تلعب على البيانو، وهي من أشهر الكوز بلايرز في العالم، والكوز بلايرز دول يعني بتلبس زي شخصيات الألعاب والكرتون. كمان ألوديا بتمثل مسرح وخدت جوائز كتير في الفلبين، وده طبعا بسبب إنها سكسي وجذابة وجميلة، سو سكسي. لوليتا ريتشي، من مواليد 1 ديسمبر 1998، اتولدت في اوكرانيا، طولها 165 سنتي ووزنها 45 كيلو، عينيها خضراء. لوليتا قدرت تكون شبه العروسة من غير ولا عملية تجميل واحدة، وهي اصغر واحدة في البنات اللي شبه العرايس. على قد كده لوليتا ما كانتش مهتمة بجمالها، وكانت بتحب تلعب مع الولاد اكتر من البنات وهي صغيرة. يا ريتني كنت معاهم. فاليريا لوكيانوفا، أوكرانية أم شعر أصفر، من مواليد 23 أغسطس 85، عندها 31 سنة، اتولدت في أوكرانيا بس عايشة في موسكو، بتشتغل فنانة وموديل، متجوزة رجل أعمال روسي، لون عينيها أخضر مزرق مدي على رمادي. ملكة البني آدمين اللي شبه العرايس في العالم، ده غير إنها بتقول على نفسها إنها إليان جاية من الفضاء يعني، وإنها عاملة مدرسة روحانية، كمان بتقول على نفسها إنها مش بتاكل ولا بتشرب، وما عملتش ولا عملية تجميل غير إنها كبرت الدندو. أنجليكا كنافة، قصدي كينوفا، من مواليد 11 يوليو 1990، عندها 26 سنة، اتولدت في موسكو بروسيا، موسكو في روسيا، درست علم النفس في جامعة موسكو الحكومية في روسيا، بتشتغل اكتر من شغلانة ويمكن ما يكونش ليهم علاقة ببعض عشان عايشة في روسيا، زي انها باربي روسية وفي روسيا وموديل اعلانات، وفي نفس الوقت طبيبة نفسية وراقصة باليه، وطبعا مش متجوزة، هتجيب وقت منين انها عايشة في روسيا. وان جي يونغ، اتولدت في 18 1993، اتولدت في الصين وعايشة في الصين، طولها 165 وزنها 44 وعندها 21 سنة، لانها اتولدت في 18 1993. وانج لما كان عندها 17 سنة لفتت نظر الناس على السوشيال ميديا بشكلها اللي شبه العروسة، وما كانت في المدرسة خدت لقب لا مؤاخذة السكس دول. نسيت اقول لكم لون عينيها ازرق على اخضر جرين. شكرا. فينوس باليرمو، من مواليد 7 فبراير 97، اتولدت في سويسرا، اتعرفت بالعروسة الحية او اللعبة الحية بعد ما عملت فيديو على اليوتيوب عن ازاي تبقى شبه العروسة، اللي حقق انتشار واسع على السوشيال ميديا في مارس 2012، وفي ديسمبر 2015 الفيديو ده وصل لأكثر من 13 مليون مشاهدة على اليوتيوب. يا ما شاء الله. داكوتا أسترينجا أو كوتا كوتي، ومشهورة برضو بداكوتا روز، عندها 19 سنة وليها شعبية واسعة في الصين واليابان، كل المؤشرات بتقول إن كوتا كوتي ما عملتش ولا عملية جراحية، وإنها شبه العرايس، رباني، خلق رباني طبيعي. لو قارنا كوتا كوتي مع البنات اللي شبه العرايس اللي فاتوا، هنلاقي إنها البنت الأكثر طبيعية في البنات اللي شبه العرايس في العالم. كمان كوتا كوتي اشتغلت موديل في اليابان. شكرا. Bum, bum, bum.